مع تلاجة إيديا الإليت هقول لكم على الكلام المفيد. لو عايزة تخزني مشروم حطيه في كيس ورق مش بلاستيك، واقفليه من فوق كويس وحطيه في التلاجة. بالطريقة دي هيفضل طازة وجاهز للطبخ لمدة أسبوع بحالة. استنوني كل يوم هقول لكم على حاجات مفيدة تخلي الأكل دايماً صحي وطازة. إيديا الإليت، هي دي التلاجة. ريام عبد الغفور. تلاجة إيديا الإليت من أولمبيك جروب.